ساهم الساحر المغربي حكيم زياش في فوز فريقه تشيلسي على ضيفه ليل 2-0 مساء أمس الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، وصنع زياش هدف فريقه الأول في المباراة حيث نفذ ركنية على رأس زميله الألماني كاي هافرتس في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وبذلك يكون حكيم زياش قد ساهم في تسجيل 17 هدفا في آخر 22 مباراة خاضها أساسيا في مسابقة دوري أبطال أوروبا بواقع 8 أهداف و9 تمريرات حاسمة. وبهذا الفوز اقترب تشيلسي كثيرا من التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم بمباراة الإياب في فرنسا في 16 من شهر مارس المقبل. وتعرض النجم المغربي حكيم زياش إلى إصابة خلال مباراة تشيلسي وليل في دور الأبطال اضطرته لمغادرة المباراة بعد مرور دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني. وبعد نهاية المباراة تحدث المدرب الألماني توماس توخيل عن الساحر المغربي حكيم زياش والإصابة التي تعرض لها، حيث قال توخيل أن زياش كان رائعا اليوم كما هي العادة في الفترة الأخيرة، لقد قدم أداء مميزا وصنع الهدف الأول بعرضية متقنة ليسجلها برأسه كاي هافرتس. وأضاف توماس توخيل تصريحاته قائلا عن إصابة الساحر المغربي زياش: لم أتحدث بعد إلى الطبيب، لكن الإصابة لا تدعو للقلق، كان التبديل ضروريا حتى لا يتفاقم الأمر. وأضاف توخيل بالقول: على أي حال لا زال هناك الكثير من الوقت حتى نهائي كأس الكاراباو، وسيكون حاضرا معنا، هذا ما نأمل فيه حضور زياش في المباراة.